جهز ورافقني حضرة المدعي. أنا جاهز يا سيدي الضمير. يبدو الأمر مروعا حضرة المدعي. ماذا تقترح يا سيدي الضمير؟ لنراقب الأحداث حضرة المدعي. هنا سوريا، الوجع كبير ونحن بحاجة إلى صحوة ضمير. أيقظوا ضمائركم كي تنقذوا أطفال سوريا. أين أنتم يا أصحاب الضمائر النائمة؟ بلدي موجوع، النساء والأطفال والشيوخ تحت الأنقاض، والناس مشردة في الشوارع في جو شديد البرودة. أيقظوا ضمائركم النائمة يا أصحاب الضمير. ماما، ليش السقف وقع علينا؟ لا تخافي حبيبتي، هلا بيطلعونا من هون. وينه بابا؟ بابا نايم حبيبتي. لا بابا ميت. انت عم تضحكي علي؟ ما لا. هل تسمع ما اسمع حضرة المدعي؟ إنه صوت من تحت الأنقاض يا سيدي. ساعدونا يا شباب، في صوت طالع من هون. لا خصيته، في حدا عم يسمعني؟ أنا هون. في ناسك، في ناسك. أنا وبنتي. كم واحد أنتوا يا أختي؟ أنا وبنتي وزوجي وابني الرضيع، الاثنين ماتوا. يلا يلا اهدي شوي، رح نطالعكم، لا تخافي. يلا يا شباب، يلا. سيدي الضمير، هناك رجل مسن تم إنقاذه وإخراجه من تحت الأنقاض. لندخل إلى ذاكرته حضرة المدعي. أمرك يا سيدي الضمير. سيدي الضمير، نحن الآن في ذاكرة هذا الرجل، لنبحث عن الأحداث فيها حضرة المدعي. أمرك يا سيدي. أنا خليل، عمري 70 سنة، جيت زيارة لعند ابني. أنا وزوجتي عزمونا على العشاء وتأخرنا بسهرة. هدئ من روعه حضرة المدعي. اهدأ اهدأ يا خليل، وأكمل تداعيات ذاكرتك. أحفادي ما خلونا نروح، وطلبوا أنه ننام عندهم، واستجبنا لطلبهم وساروا أحفادي معي، وصرت أحكي لنا حكايات حتى ناسوا وناموا بحضني. عند الفجر قمت بدي أتوضى وصلي الفجر، وأنا عم أتوضى بالحمام صارت الهزة ووقعت البناية، وكنت أسمع صوات أحفادي وابني وكنتي، بس ما قدرت أعمل شيء وأنا محبوس تحت سقف الحمام. بعدين
سكتت كل الأصوات وبي صوت أنهيني وأنفاسي المخنوعة. وكل فكري إني عم أشوف كابوس. يا ربي يا الله يا الله، بس الكابوس طلع حيا وماتت مرتي ومات ابني وماتت كنتي وماتوا أحفادي وبيت وحدي. الموت رفض ياخدني مع عيلتي وما بعرف شو بدي يصير معي بعدين. ما بعرف ما بعرف. يا رب دخيلك يا رب. لنخرج من ذاكرة خليل حضرة المدعي ونتابع أمر الطفلة وأمها. أمرك يا سيد الضمير. الوجع كبير أيها البشر، الناس تستغيث تحت الأنقاض ورجال الإنقاذ يحفرون بأيديهم من أجل إنقاذهم. أين العالم من هذا الحدث حضرة المدعي؟ السياسة تحكمهم قبل الإنسانية يا سيد الضمير. ارفعوا الحصار عن سوريا، إنها تختنق. ارفعوا الحصار عن سوريا يا دعاة الإنسانية. سجل هذه الوصمة المخزية على الضمير العالمي حضرة المدعي. سيد الضمير، هناك دول تحدت هذا الحصار واستجابت لنداء سوريا. بارك الله بإنسانيتهم ونخوتهم. لقد أخرجوا الطفلة وأمها من تحت الأنقاض يا سيد الضمير. لنخترق ذاكرة الطفلة أولا. أنا جاهز يا سيدي. أنا اسمي ولاء، امبارح كان عيد ميلادي، صار عمري 9 سنين، كانوا أهلي عم يحتفلوا فيني وماما جاب لي لعبة حلوة كتير. وهي اللعبة الحلوة لولاء الحلوة بمناسبة عيد ميلادها. يا الله شو حلوة. على فكرة أنا جايبت الهدية لولاء، بس مو بمناسبة عيد ميلادها. لكان شو المناسبة؟ بمناسبة تفوقها بالدراسة. برافو بابا. يلا ماما يلا قومي غيري ثيابك ونامي لأنه تأخر الوقت. ماما معلش خليني سهرانة لأنه بكرة ما عندي مدرسة. معلش يتركيها سهرانة ومبسوطة بعيد ميلادها. لمكتبة الإذاعة السورية. ماما والهدية تبعتي منك. لك أنتي ما بتنسي شي؟ إيه حقها، انت قلتي لها انه في الهديه بمناسبه تفوقها بالدراسه. طيب ماشي، احزري شو هي الهديه يا ماما. شو هي؟ لعبه صح؟ لا شو هي الهديه ماما؟ قلي لي الله يخليكي. الهديه يا حبيبتي انه بكره بدي اخذك لتحضري مسرحيه الاطفال اللي بتحبيها. عن جد؟ يا ايه طبعا لكان عن جد، لهيك لازم تقومي تنامي وترتاحي مشان بكره تفيقي نشيطه. حاضر ماما. اي مينا. ماما اعطيني اخي حتى العبه شوي. لا حبيبتي لا، بدي غير له ورضعه ونيمه. يلا حبيبتي يلا قومي على النوم. يلا قوام. حاضر. خير، شو
شبه الصغير عم يبكي مع مسكوت؟ الظاهر أخذ برد وممغوص. هاتي لأخذه عنك بلكي بيسكت معي. خلاص خلاص هلأ بلا ما تعذب حالك، نام، الدنيا صارت فجر وانت في عندك شغل. معليش خليني أخذه على الصالون يغير جو من غرفة النوم. هاتي هاتي. يلا مثل ما بدك. شو هالحكي يا ماما؟ شو هالحكي؟ مالك بالعادة تنامي عندي؟ الله يخليني اياك يا ماما، خليني نام عندك. طيب ماشي حبيبتي، تفضلي نامي. يا لطيف شو هال؟ ماما لا 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 تخافي حبيبتي، وينك حسان؟ انا هون انا هون بالصالون، لا تخافوا لا تخافوا، هالظاهر هاي هزة أرضية. ايه بس قوية كثير حسان، تعال لهون الله يخليك. لحظة لحظة رح اشوف الشارع من الشباك الصالون واجي، طولي بالك. الحمد لله على سلامتك يا مدام. وينها بنتي؟ بنتك بخير اطمني، عم يعملوا لها شوية إسعافات أولية. زوجي وابني عارف إنه ماتوا. طولي بالك يا مدام طولي بالك، المهم إنك بخير أنت وبنتك. عارفي انك بطلة يا ولاء. بابا كان يقول لي انت بطلة. بس بتعرفي ليش انت بطلة؟ لا ما بعرف. انا رح اقول لك ليش يا ولاء، لانك ما بكيتي وضليتي هدياني وقاومت الظرف يلي كنتي فيه. بدي اخي، بدي بابا، وينهم؟ حبيبتي طولي بالك، ابوك واخوك راحوا عن جنة وربنا رح يكرمهم. وأنا كمان بدي روح معهم عالجنة لأني اشتقت لهم. وهي بنتك البطلة ولا الحمد لله ما فيها شيء. ماما يا عمري انتي يا حبيبتي تعالي روحي تعالي. ماما بدي اللحية يلي جاب لي اياها بابا. بلدي موجوع واطفال بلدي موجوعين، ارفعوا الحصار عن سوريا أيها الظالمون. هل نكتفي يا سيد الضمير؟ لا لن نكتفي، لنتابع الحدث حتى النهاية
ما هذا حضرة المدعي؟ إنها إشارة لظهور الشيطان يا سيد الضمير. حتى في هذه الظروف لا يهدأ؟ كل يلي صار أنا مالي علاقة فيه يا حضرة الضمير. شو بدك يا شيطان؟ يعني معقولة مرق هيك حدث بدون ما يكون لي دور يا حضرة المدعي؟ هالفوضى يلي صارت خلتني اتشجع لدور على ضعاف النفوس منشان ورطهم بأخطاء شيطانية. ما حدا راح يسمع منك يا شيطان. لا سيدي، سمعوا مني ومشي الحال. وإذا مالك مصدق تعال معي أنت وسيدك الضمير وشوفوا بعيونكم. شوف يا حضرة المدعي، شوف أنت وسيدك الضمير هدول الشابين يلي لابسين لبس الهلال الأحمر، هن أساساً مو من الهلال الأحمر، هدول أصحابي وأعداء الضمير. هدول أقنعتهم أنا يتنكروا بلباس رجال الأنقاذ ويعملوا حالهم عم ينقذوا يلي تحت الأنقاض. بس بالحقيقة هن عم يسرقوا من البيوت المهدمة وياخدوا الذهب من إيدين النسوان الضحايا يلي ماتوا تحت الردم. شوف 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 كيف عم ياخدوا الأساور والحلق والأطواق من جثث النساء الميتة، وشوف كيف عم ياخدوا مصاري من البيوت المهجورة. قاتلهم الله. اهدأ اهدأ يا سيد الضمير، فعيون الشرفاء تراقبهما وسوف ينالان عقابهما اللازم. تابعهما حضرة المدعي إلى أن يقعا في قبضة العدالة. أمرك يا سيد الضمير. لسه في إلي أصدقاء كتير عم أغويهم ليسرقوا حتى من المساعدات ويستغلوا هالكارثة. ابتعد من هنا أيها الشيطان. حاضر حاضر رح ابتعد، بس مو كتير يا حضرة الضمير. يا ناس وين الأهلي؟ من هذا حضرة المدعي؟ إنه الشاب تيم المقيم في دمشق، وقد حضر إلى مكان الكارثة كي يبحث عن أهله. خذني إليه حضرة المدعي لندخل إلى ذاكرته. بدي أهلي يا ناس، بدي أهلي يا عالم. لك حدا شاف أهلي؟ لك يا عالم وينن أهلي؟ يا ناس إن شاء الله حدا يدلني وينن أهلي. طول بالك إن شاء الله يا ناس. هدي يا أخي، طول بالك إن شاء الله. قلي أهلك بأني بناية؟ يا أخي بهاي البناية المهدومة، بيتنا بالطابق الثاني. لك يا أخي طالعنا كل الجثث يلي بهي البناية وهلأ هني بالمستشفى. لا تولى بجان الله. يعني أهلي ماتوا؟ والله يا أخي ما بعرف شو بدي إلك. للأسف هاي البناية ما طلع منها حدا. يعني بإمكانك تروح المستشفى وتتأكد. روح. طيب ماشي. يا ربي يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك، ولا واحد طلع عايز من لون. أمي أبي أخواتي لك وينكم؟ وينكم يا أولاد أخي الشهيد؟ وينكم؟ اهدأ اهدأ يا تيم.
بدي فوت لذاكرتك أنا وسيدي الضمير وشوف شو صار معك. كون بخير يا تيم والله يرحم أهلك وجيرانك. من مكتبة الإذاعة السورية. لا أنا مالي بخير، أنا مالي بخير. أهلي أهلي هنن يلي بخير، أهلي أهلي يلي ماتوا تركوني لحالي. كنت وعدهم إشي إجازة بهالكم يوم يا أمي دخيلة، وقلت لأمي تطبخ لي برغل بحمص، قالت لي تكرم يا عين أمك يا عمي دخيلي. أنا عسكري عم بخدم بالشام، أخي عامر استشهد بالحرب وترك ولدين كمان ماتوا. إيه ماتوا. لندخل إلى ذاكرته حضرة المدعي. شو تيم؟ الظاهر مو ناوي تتعشى معنا؟ يسلمون حازم، مالي جوعان، بس إذا سمحت بطريقك خلي العسكري تبع البوفيه يبعث لي وحدات، بدي احكي مع اهلي. لك قوم تعشى معنا بلا ما تضل لحالك بالغرفه. والله مو جاي على بالي. ماشي، لكن رح اقول للعسكري يبعث لك وحدات. يسلمه الحازم. لحظه لاعطيك مصاري تدفع له. طيب يلا. ألو، كيفك يا روحي يا أمي؟ أهلين يا عيون أمك، طمني عنك حبيبي. الحمد لله أنا بخير أمي، أنتو كيفكم؟ كيفوا أبي وأخواتي وكيف أولاد أخي حسان الله يرحمه؟ كلهم مجتمعين عنا بالبيت ومو ناقصنا غير تكون موجود معنا يا قلبي. خلاص أمي، أنا رح أقدم إجازة وإن شاء الله يوم الخميس الجاي بكون عندكم. بقى شو بدك تطبخيلي يا ست الكل؟ شو بدك جاهزة يا روحي؟ يا مو بدي برغل بحمص. لعيونك يا غالي، بتجي وبتلاقي غداك جاهز. أمي أنا حولت لكم راتبي، بكرة خلي أبي يروح يستلمه. يا روح قلبي خلي راتبك معك، يمكن تحتاجه ونحن الحمد لله مدبرين أمورنا. يا مو أنا مالي محتاج شي، لكني قاعد بالمعسكر آكل ونايم ومو ناقصني شي. ماشي حبيبي، ما رح طول عليك، دير بالك على حالك، الكل هون بيسلموا عليك. الله يسلمك يا مو، بوسيلي الكل، يلا بخاطري. الله يحميك. حازم بدي اسألك. اللي زايد معك شي مصاري؟ هي تكرم عينك، لسه ما تصرفت براتبي، قديش بدك؟ أولاد أخي الشهيد وصوني على شوية ألعاب، بقى بدي انزل بكرة على السوق واشتري لهم ياهم. يا الله يرحمه، ولا يهمك تعين، هاي المصاري قدامك، خود يلي بدك يا. الله يكتر خيرك. امتى ناوي تروح لعند أهلك؟ الخميس إذا الله راد، وبرجع الخميس يلي بعده. إن شاء الله بتروح وبترجع بالسلامة. يلا أخي خلينا ننام. هو أنت قلتها، تصبح على خير. لا الخير. إنه الفجر الحزين، أراد أن يزيد حزن السوريين بكارثة لم تكن تخطر على بال أحد. أيقظت الرعب بداخل الناس، فمنهم من استطاع الهرب ومنهم من أدركه الموت بأبشع صورة. نارت الأبنية فوق رؤوس سكانها وقطعت أحلام الأطفال الوردية، حتى طفلة ولاء التي كانت تحلم بحضور مسرحية الأطفال مع أمها تغير حلمها وأصبحت تحلم باللحاق بأبيها وأخيها إلى الجنة. إنها سوريا،
سوريا التي استفاقت على حزن في ذلك الفجر الحزين. بسم الله، شو هذا؟ حازم، حازم يا حازم. لك ايه؟ خير خير خير، شو في؟ لك مالك حاسس بالهزة اللي عم بتصير؟ ايه والله، شو في؟ قوم قوم لنطلع برا الغرفة، باين تهزة قوية لك، قوم يلا. يا شباب يا شباب، في زلزال قوي ضرب شمال سوريا والمنطقة الساحلية، وصلت ارتدادات الزلزال لعنا لهون. سيدي ان شاء الله ما في ضحايا؟ لسه عم نطلع على الاخبار، بس يبدو حسب قوة الزلزال انه في ضحايا وفي ابنية انهدمت. شو هالحكي؟ حازم انا رح اتصل باهلي واطمن عليهم. يلا يلا وطمني شو بصير. ماشي ماشي. شو تيم؟ طمني كيف الوضع عند أهلك؟ عم دق لكل إخواتي وأهلي وما حدا عم يرد علي. يعني عم يرنوا موبايلاته؟ إيه، وهذا الشيء اللي شاغل بالي أكتر. طيب ما في حدا من قرايبينك تتصل فيه وتطمن؟ والله جبتها، يلا رح حاول. يلا ادخل. احترامي سيدي. أهلين تيم، خير في شي؟ سيدي الزلزال ضرب المنطقة يلي ساكنين فيها أهلي. أوف أوف أوف، المهم أهلك بخير؟ يا سيدي عم بتصل فيهم ما حدا عم يرد علي، واتصلت مع ابن عمي وقال لي إنه بناية أهلي واقعة. يا لطيف. وعم يحاولوا يطالعوا السكان من تحت الأنقاض. أوف أوف، مشان الله مشان الله يا سيدي، بدي إجازة فورا، روح اطمن على أهلي. ايه تكرم عينك يا تيم، وراح أمن لك سيارة كمان. يلا روح جهز حالك بسرعة. شكرا سيدي. هل نكتفي بهذا الحد يا سيد الضمير؟ لا، فلنتابع نخوة السوريين في كل المحافظات لنجدة إخوانهم في المحافظات المنكوبة. تدمع عيني فرحاً رغم الحزن لما سمعت ورأيت من هذه النخوة الأصيلة يا سيد الضمير. فشباب سوريا هبوا كرجل واحد لمساعدة إخوتهم المنكوبين، وها أنا أرى التبرعات من كل محافظات سوريا، وأرى تطوع الشباب لإيصالها إلى المنكوبين. وماذا أيضاً حضرة المدعي؟ فتحت البيوت في كل المحافظات لاستقبال الأسر المفجوعة، وتوجهت قوافل الإعانات من كل المحافظات لنجدة المحافظات المنكوبة، وانهالت التبرعات من كل الشخصيات والجهات باتجاه المحتاجين. وماذا عن الإخوة العرب حضرة المدعي؟ نعم يا سيد الضمير، نعم، فهناك من كسر الحصار على سوريا وأرسل المساعدات إليها، والمطارات السورية لم تهدأ وهي تستقبل طائرات الإغاثة. أما الأصدقاء يا سيد الضمير فالحديث عن نخوتهم لا تنتهي، إنهم نعم الأصدقاء ولم يقصروا أبدا. ما هذا الصوت حضرة المدعي؟ إنه صوت طفلة ولدت تحت الأنقاض. فلنتابع أمرها حضرة المدعي. هنا سوريا الموجوعة،
هذه الطفلة ولدت تحت الأنقاض. اسمعوا قصتها. فريد، فريد، مشان الله قوم خدني على المشفى. اوه حاسه حالي رح ولد هلا. طولي بالك حبيبتي، انا حكيت مع الدكتور وقال لي جيبها الصبح بيكون الطلق حمي وقرب موعد ولادتها. مالي قدراني، مالي قدراني اتحمل الوجع فريد. طولي بالك، طولي بالك، هي صارت دنيا فجر، يعني شغلة ساعة بس وباخدك على المستشفى. طيب دق لأمي خليها تجهز حالها لتروح معي. الله يخليك. دقيت لها، دقيت لها وقالت لي هي جاهزة، وإذا بدي خلى بروح بجيبها وبرجع أنا وياها. لا 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 لا, لا تتركني وحدي بهالوقت. طيب أنا رايح جهزتك لديارة وقميص النوم تبعي، بدك شي تاني غير هون؟ يلا يلا بسرعة فريد، أنا موجوعة كتير. يلا. مات الزوج فريد وبقيت سناء عالقة تحت الأنقاض، وازدادت عليها آلام المخاض وكانت صرخاتها تهز الجبال. يا رب يا رب يا رب ساعدني، يا رب يا رب يا رب يا رب. ماتت سناء بعد ولادتها الصعبة، وبقي الحبل السري الذي يربط ابنتها برحمها، وكان سبب موتها النزف الشديد والرعب القاتل وموت زوجها فريد. ما الذي حصل حضرة المدعي؟ لقد تم إخراج الطفلة المولودة من تحت الأنقاض يا سيد الضمير، وتم إسعافها إلى المشفى لأنها كانت بحالة سيئة. لنعد إلى ساحتنا حضرة المدعي، ولترافقنا أصوات الضحايا والمفجوعين بذويهم كي نبدأ جلستنا لهذا اليوم. أمرك يا سيد الضمير. Thank you.
الله يرحمكم يا أحفادي، الله يرحمك يا مرتي، الله يرحمك يا ابني ويا كنتي. ليش تركتوني وحدي؟ ليش؟ ليش من شان الله ليش؟ بدي روح لعند بابا وأخي هالجنة، بدي روح لعندهم أمي. لا يا ماما لا، نحن بدنا نروح نحضر مسرحية الأطفال يلي وعدتك إني أخذك عليها. كل عائلتي ماتت، ما صفي لي حدا، كلهم بخير إلا أنا مجروح، مجروح ومالي بخير. معلش ماما، قدرك انك تولدي هالولاده المرعبه ورح تعيشي بقيه عمرك بدون ام ولا اب. بس بدي اقول لك يا بنتي، انت خلقتي ببلد النخوه والشهامه، واكيد كل اهل البلد رح يكونوا اهلك واخواتك. ديروا بالكن على بنتي يا أهل النخوة. هنا ساحة الضمير ومحكمة العدل الحقيقي لمن يعرف معنى الضمير. نحن في قلب كل إنسان لأننا روح الإنسانية. نحن الضمير روح الإنسانية، نعلن افتتاح جلسة اليوم. نعلن افتتاح الجلسة معلنين عن وجع سوريا الكبير بهذا المصاب الجلل. أيها الشعب السوري، لقد صبرتم وعانيتم من الحرب والحصار والفقر والغلاء ما لم يعانيه شعب آخر، فباسمكم أعلنها صرخة مدوية للضمير العالمي ولشرفاء العالم والإنسانية جمعاء. ارفعوا الحصار عن سوريا واتركوها تعيش بسلام، فأنتم تقتلون شعباً بأكمله بحصاركم لهذا البلد الذي أعطاكم الأبجدية والعراقة والتاريخ المشرف. إنها سوريا، إنها سوريا أيها المعنيون، وستلاحقكم لعنة أطفالها الموجوعين ولعنة نسائها الثكلى. لن ترفع الجلسة اليوم، ونحن بانتظار صحوة ضمائركم تجاه سوريا. كان معكم في هذه الحلقة أميمة الطاهر، رضوان عقيلي، أحمد السيد، إيمان عمر، عباس الحاوي، نبيل جعفر، دينا خان كان، هيثم قاسم، ليلى بقدونس، عمر مولوي، كمال حريري، فاضل وفائي، نهاد عاصي، براء الزعيم، إبراهيم عيسى.
قام بدور الضمير الفنان إياس بسام لطفي أبو غزالة، بالاشتراك مع الفنان القدير رياض نحاس. كنتم مع محكمة الضمير. التأليف أحمد السيد، يساعد في الإخراج رائد العطار، المخرج المنفذ فراس عباس، محكمة الضمير من إخراج محمد غزاوي.